هتطبق بي سي ال عند اي واحده فيهم. هتطبق بي سي ال عند ايه؟ اي واحده فيهم. عندي اللي هو جزئين كده المفروض بجيبهم لاي فانكشن، يجي يقول لك هات لي الانفرس بتاع اي فانكشن. طيب ببساطه كده، عشان اجيب الانفرس لاي فانكشن لازما يكون الفانكشن دي لازما تكون 1 تو 1، لازما تكون 1 تو 1. طب اعرف ان هي 1 تو 1؟ لازم ببساطه تكون الاس بتاعها فردي. طيب تعالوا كده نروح للسبوره. جه مثلا قال لك خلي لي هات لي كده الاف اكس بيساوي اكس زائد واحد، تمام. وهيجي يقول لك هات لي اف اوف اكس اف اوف اكس سالب واحد كده بالمنظر ده. ال f of x سالب واحد دي معناها ايه؟ ده بيقول لك هات لي الانفرس للفانكشن دي، يعني يا اما يقول لك هات لي الانفرس يا اما يكتبها لك بالشكل ده، يقول لك هات لي ال f of x of سالب واحد. طيب اجيب الانفرس ازاي؟ قال لك لازم تجيب، عشان تجيب الانفرس لاي فانكشن لازم تتاكد ان الفانكشن دي 1 تو 1 ولا لا. طب هل الفانكشن دي 1 تو 1؟ هتقول لي اه 1 تو 1. عرفت منين؟ هتقول الـ x الاس بتاعها فردي، تمام. يعني انا لو يعني اي قيمه، لو اي قيمه في الواي مقابل ليها قيمه واحده بس في الاكس، تمام. طيب عشان اجيب بقى الانفرس بتاع اي الانفرس بتاع الفانكشن دي هجيبها ازاي؟ قال لك ببساطه خليني الاف اوف اكس دي بتساوي الواي، هتساوي كده الواي بيساوي اكس زائد الواحد، هتكتبها لي بالشكل ده، تمام. طيب بعد كده بعمل ايه؟ بعد كده بعمل بخلي اي واي بتساوي اكس واي اكس بشيلها واحط مكانها واي. يعني ايه؟ يعني انا لو جيت كده هنا، هنا دي الواي صح، فهشيلها واحط مكانها الاكس، هشيلها واحط مكانها الاكس. طيب وهنا الاكس هقوم بيساوي الاكس دي هشيلها واحط مكانها الواي، فتبقى واي زائد الواحد، تمام. طيب بعد كده بعمل ايه؟ بعد كده هات لي الواي في طرف لوحدها، هات لي الواي في طرف لوحدها. فلو جبت الواي في طرف لوحدها يبقى تساوي الواي بتساوي الواي بتساوي اكس ناقص واحد، تمام. الواي بتساوي اكس ناقص واحد ده كده الانفرس بتاع اللي فوق، فهتقول له ببساطة ان الاف اوف اكس سالب واحد اف اوف اكس سالب واحد دي هتساوي الايه؟ الاكس ناقص الواحد ال f of x اللي هي سالب واحد. يبقى تاني ببساطة عشان أجيب الانفرس لأي فانكشن، عشان أجيب الانفرس لأي فانكشن بشوف الأول أتأكد إن الفانكشن دي 1 to 1 ولا، أتأكدت إن هي 1 to 1؟ أه. قال لك شيل f of x وحط مكانها y أهو، واكتب دي بيساوي ال y بيساوي x زائد واحد، تمام. فأنا كده عملت الإيه؟ الخطوة دي. طيب بعد كده بعمل إيه؟ قال لك بتشيل كل واي تحط مكانها اكس، وكل اكس بتحط مكانها واي، فشيل هنا الواي دي احط مكانها اكس، والاكس دي احط مكانها واي. فالعلاقه بقت كده بالمنظر ده اللي هو اكس بيساوي واي زائد واحد. بعد كده قال لك بتعمل ايه؟ قال لك هات لي الواي في طرف لوحدها. فلما جيت اجيب الواي في طرف لوحدها قال لي الواي بتساوي اكس ناقص واحد، تمام. يبقى بشيل الواي دي واحط مكانها بقى اف اوف اكس اللي هي سالب واحد، دي بتساوي اكس ناقص واحد. ده كده الايه؟ ده كده الانفرس بتاع الفانكشن دي. طيب عشان اتاكد ان ده الانفرس فعلا اعمل ايه؟ قال لك ببساطه عوض عن اي قيمه في الفانكشن الاساسيه. قال لك مثلا لو انا عوضت باتنين مثلا في الفانكشن الاساسيه، فاتنين زائد واحد هيديك كام؟ هيديك 3 في الاف اوف اكس. طيب قال لك بقى لو انت في الانفرس لو عوضت ب3 لازم يديك 2، اهو لو عوض ب3 في الاكس بقى في الانفرس قال لك لازم يديك 2، اهو 3 ناقص 1 يديك 2 هنا، هو العكس يديك العكس. طيب عوضت هنا مثلا ب5، 5 اهي، 5 في الاكس في الداله الاساسيه، 5 زائد 1 اداك كام؟ اداك 6 هنا، اداك 6. فانت لو عوضت ب6 هنا لازم يديك 5، لازم يديك 5 في هنا اهو، 6 ناقص 1 يديك 5 فعلا. يبقى دي فعلا الانفرس بتاع دي، ده كده الايه؟ ده كده جزء الايه؟ الانفرس. طيب نرجع تاني
لو جه قال لك بقى الجزء اللي هي الكومبوزيشن، كومبوزيشن ببساطة عبارة عن ايه؟ لو هيديك اتنين فانكشن، هيديك اتنين فانكشن اللي هو اف اوف اكس بيساوي اكس تربيع زائد واحد مثلا، وجي اوف اكس بيساوي اكس زائد اتنين. طيب وجي قال لك هات لي الجي اللي هي اسمها اوفر اكس، الجي اوفر اف، والاف اوفر جي، تمام، او اسمها اللي هي جي كومبوزيشن الاف، وهكذا بيكون بالعلامة اللي هي الدايرة الصغيرة دي. طيب ببساطة لو انت عايز تجيب الاف اوفر جي بتجيبها ازاي؟ بتكتب له كده اف وتفتح قوس وتحط مكانها جي اوف اكس جواها. لو اف اوفر جي بتكتب اف وتفتح قوس وتحط جي اوف اكس جواها، تمام. بعد كده بتعمل ايه؟ بتشيل كلمة جي اوف اكس وتحط ما بين القوسين دول اللي هي الفانكشن بتاعت الجي اوف اكس. جي اوف اكس عبارة عن ايه؟ اكس زائد اتنين، فتحط له اكس زائد اتنين كده في القوس ده. فكأنك بقى الشكل ده عبارة عن ايه؟ اللي هو بيقول لك اف في عوض كده. كأنك بتعمل ايه؟ هتيجي عند الاف اوف اكس دي تشيل كل اكس وتعوض مكانها باكس زائد اتنين، فهيبقى عبارة عن ايه؟ الاكس تربيع دي هشيل كل اكس واعوض عنها باكس زائد اتنين، يبقى دي عبارة عن ايه؟ اكس تربيع، هي عبارة عن اكس زائد اتنين كل تربيع زائد الواحد بس. طيب لو انا عايز بقى العكس اللي هي دي كده الاف اوفر جي، لو انا عايز الجي اوفر الاف، قال لك الجي اوفر الاف عبارة عن ايه؟ بتكتب جي وتفتح قوسين وتحط مكانها وتحط جواها الاف اوف اكس، تحط مكانها الايه؟ الاف اوف اكس. طيب بعد كده هتقول له ايكوال بتساوي الجي، الاف اوف اكس دي بتشيلها وتحط مكانها القوسين كده اللي هو الاف اوف اكس اللي هي عبارة عن ايه؟ الاكس زائد اكس تربيع زائد واحد. طيب الكلام ده كله معناه ايه؟ ان انت معناه ان انت هتشيل كل اكس جوه جي اوف اكس وتعوض مكانها باكس تربيع زائد الواحد. فانا لو شلت كده الجي اوف اكس ده وعوضت مكانها باكس تربيع زائد الواحد، هشيل الاكس دي هيبقى اكس تربيع زائد الواحد زائد الاثنين هيديك اكس تربيع زائد الثلاثة، تمام. طيب إيه نفترض مثلا جه قال لك دي جت في امتحان قبل كده، جه قال لك الاف عندك ثلاثة فانكشن دلوقتي، مش فانكشن بس، وجي قال لك الجي اوفر الاف اوفر الار، قال لك ببساطه بتعملها ازاي؟ قال لك بتكتب الجي تفتح قوس اف اوفر الار، بعد كده الجي بقى كانك بتعمل جوه بقى الاف اوفر الار. الاف اوفر الار عباره عن ايه؟ الاف تفتح قوس الار اوف اكس، تمام. بعد كده هتقول له الجي اوفر الاف اللي هي جوه دي هتشيل ار اوف اكس دي وتحط مكانها قيمتها الار اوف اكس بكام؟ الاكس تربيع زائد واحد، فتحط جوه القوسين كده الاكس تربيع زائد الواحد. معنى كده ليه؟ هتشيل كل اكس في الاف وتعوض مكانها باكس تربيع زائد الواحد اهو. لو انا شلت كل اكس هنا وحطيت مكانها اكس تربيع زائد الواحد هيديني اكس تربيع زائد اتنين، فاشيلها وحط او اشيل كل فاشيل كل ده فاشيل كل ده واحط مكانه اكس تربيع زائد اتنين، تمام. طيب ده معناه ايه؟ ان انت هتشيل كل اكس في الجي وتعوض مكانه باكس تربيع زائد اتنين. فهو لو انا شلت الجي اوف اكس او شلت الاكس دي حط مكانها اكس تربيع زائد اتنين، فيبقى عبارة عن ايه؟ اكس تربيع زائد اتنين كل تربيع، تمام. طيب.